هنعمل النهارده ام علي بجد. نبدا بقى في محتوى الفيديو كده على طول. هتجيب بتاعت كده فخاره يعني، ودي بقى ايه؟ روح قول للراجل عايز ملفايه اللي بتتاكل. ها اللي بتتاكل الكيس ده كده كله ب 10 جنيه ده بيبقى عباره اصلا عن ملفيهيات يعني. بيستخدم طبعا ام علي، بيستخدم طبعا للملفايه اللي بتبقى جنب الجاتوه كده اللي انت بتبقى مش عارف اسمها، بتقول للراجل هات من ده، بتبقى اسمها ملفايه يا حبيبي. فالكيس ده كده كله كلفني 10 جنيه. حتى هو هنا بيقول لك اللي هي بتعمل ام علي وبتعمل الملفيهيات يعني. والله ما اعرف جامع ملف ايه اصلا، يا رب اكون بقول الجامع صح يعني. الكيس ده كده كله كلفني 10 جنيه، انت هتاخد بس منه حرفيا يعني تمنه بالظبط عشان تعمل ام علي يعني. هتبدا تكسر كده الملفيهيه وتحطها في الفخار. انا ببوظ الدنيا حاليا، انا حاليا كده ببوظ الدنيا، ولو مامتي صحيت شافت البهدله اللي بتحصل دي انا مش هبات في البيت. تمام. هو هل بقى هو طعم حلو اصلا؟ طعم عامل زي بسكويت الفانيليا تقريبا يعني. تمام. ده كده بقى شكله عادي خالص. عندك بقى شويه زبيب، شويه جوز الهند، شويه سوداني، الكلام ده يعني احطهم برده عليهم. ده يعني المكسرات بقى بتاعت ام علي والكلام ده. انا عندي طبعا حطيتهم كلهم في كيس واحد كده وراججهم يعني، حطيتهم ايه للذكرى يعني، اللي هو فكره ايه لما اكون عايز اعمل ام علي ولا اي حاجه بقوم جايب الكيس على طول حاطط منه على طول يعني. فهترش لك رشه جريئه كده، رشه ثانيه جريئه كده مين يا ولا يا ولا يا ولا. خلاص بقى استنوني بقى في اعلان على التلفزيون بقى قريب ان شاء الله بتاعت يا ولا يا ولا دي بقى. لكل المعلنين، لكل اللي عايزين يعملوا اعلان، لو انت عايز تستخدم يا ولا يا ولا يا ولا كلمني على الانستجرام. وهتقوم جايب ايه اللبن بتاعك وتصبه على ام علي. طبعا مش هتغرقه طبعا كله، لان كده كده اصلا الملفيهيات يعني كمان يعني هتشرب بقى اللبن والكلام ده. فانت اعمله لحد نصه كده يعني. بص بقى الحته الجامده دي بقى، الحته بقى دي افتكاسه بقى من عندي بصراحه. انا عايز اعمل ام علي بصوص الكريم كراميل، فانا احط شويه صوص كريم كراميل كده في النص علشان يطلع ام علي بصوص الكريم كراميل يعني. انا دايما بشوف ان في ام علي ساده، ام علي بالمكسرات، ام علي بصوص الكريم كراميل، فنفسي ادوق بقى ام علي اللي بصوص الكريم كراميل ده. انزل بقى انزل بقى يا ابني عشان يبقى ام علي بصوص الكريم كراميل. طبعا دي طبعا بره الحسبان خالص. عايز طبعا انت تحط كريم كراميل هيبقى جامد جدا جدا، بس انا بجرب يعني. دي كده كلها ب 10 جنيه، ممكن تجيب الكيس الصغير اللي هو ماجيك ده ب 2 جنيه هيفيدك برده يعني. ادخل كده بقى ايه الكراميل كده في النص علشان يظبط بقى الدنيا كده والحركات والتكات يعني. ده بقى شكله شطات مربات حركات. نحطه بقى في الفرن بس ياخد بس وش حرفيا، وبعد كده نرجع نشوف العظمه دي طعمها عامل ازاي. انا مش هقدر اقول غير طلع لي حاجه عظمه جامده جدا جدا، ريحتها ام علي قوي، ريحتها كراميل قوي قوي، فانا متحمس جدا جدا ان انا اجرب. بصوا الشكل عامل ازاي، ما حطيتهاش في الفرن اللي هو الفرن يعني، لا انا شغلت بس عليها الشوايه لمده 10 دقائق او ربع ساعه، وبقى منظرها عامل كده. الريحه كراميل جدا جدا، ريحه الكراميل جامده قوي 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 حرفيا. تعالوا ندوق بقى العظمه دي. بسم الله. هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير. بصوا انا عايز اعمل اكبر بوم في الدنيا. بص 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 الحركه حرفيا اجمد فيديو عملته من ساعه ما عملت الفيديوهات بتاعتي اصلا دي كلها. دي اديها 10 من 10 حرفيا، تقريبا ما فيش حاجه اديتها 10 من 10 قبل كده في القناه عندي خالص. فدي اول حاجه تاخد 10 من 10. مظبوطه قوي قوي، الكراميل باين قوي قوي فيها، وفكره ان انا حطيت كمان كراميل كمان عليها اديتها كده تكايه عظمه قوي. انصحك جدا جدا انك تجربها، لانك لو ما جربتهاش هيفيدك نص عمرك وهيفوتك برده نص عمرك. ام علي رخيصه جدا جدا، ام علي فعلا بجد. انا المره فاتت عملتها بالمولتو والكلام ده كان برضو جامده جدا جدا، هسيب لك برضو اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن لو انت عايز تتفرج عليها. بس دي اجمد بكتير خالص. لو ام علي بالمولتو هنا فام علي بتاعت دلوقتي هنا. هسيب لك لينك انستجرام تحت عندي عشان تروح طبعا تعمل طبعا فولو هناك ونبقى اصدقاء بقى، وتنزلي بقى ستوريز وانزل لك ستوريز والكلام ده كله يعني. شير في كل مكان، لايك في كل مكان. عايزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه، بيكو هنقدر، ما فاضلش كتير خالص خالص. عايزين نكبر جنب 100,000 كده، واعمل لكم بقى الجيف اواي جامده جدا جدا. وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.